السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 18 فبراير 2023، أسعار العملات هي كالتالي: الليرة التركية الشراء 1000 دينار، البيع 1100 دينار. 100 جنيه الاسترليني الشراء 2480، البيع 2500. 100 دولار أمريكي الشراء 2070، البيع 2090. 100 أورو الشراء 2220، البيع 2240. أسعار العملات تتغير ما بين الفترة الصباحية والمسائية وأيضا من ولاية إلى أخرى. وليعرف السعر في ولايته اكتب لنا في التعليقات مع ذكر اسم الولاية حتى يستفيد الجميع. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على رمز الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في مواعيد قادمة.